أنا جائع جدا وأنتظر وجبة السمك بفارغ الصبر. ها؟ إنها سمكة صغيرة ولا تصلح لوجبة دسمة. ها؟ سرطان البحر سيكون لذيذا مع الزبدة والليمون، ولكن أنا من اصطاد سرطان البحر هذا. ما ألطفها، تشبه أمها. ماذا فعلت؟ لما تركته يذهب؟ لأنه أب لسرطانات صغيرة. غداء، غداء، أنا جائع جدا. مساء الخير، أريد مائدة من فضلك. على الرحب والسعة، هل حجزت مكانا سلفا؟ لم أعلم ذلك قبل الآن. اسمحي لي بمساعدتك. أهلا بك يا سيدة لاتوش، إن منضدتك مهيئة، تفضلي. أعطيني الوشاحة سيدتي. التالي. جهز لي مائدة الآن، فأنا على عجلة من أمري. هل أطلب لك حساء سرطان البحر؟ إنه طبق لذيذ جدا. مرحبا، كيف حالك صديقي؟ هل طعامهم لذيذ؟ سرطان البحر مع أقدام الضفادع؟ سرطان البحر مع سمك الهامور؟ حسناً، سأطلب رقم 5. اختيار موفق، العجين المحترق لذيذ وقليل من الفلفل. أنا ماهر في إعداد طبق العجين المحترق المفضل لدى الجميع. جائزة؟ لا 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 داعي، قطعة من الخبز والجبن هما كل ما أحتاج إليه. أنت ثانية، لقد أثرت الذعر والخوف في المطعم. انتبه على كلامك. لست من أحرقه. أخرج من هذا المطعم، هيا أخرج. أود أن أرى مدى قوتك بغير تلك الملعقة. سرطان البحر، لقد هرب. أيها الطاهي المغرور. خذ هذا. أنا اضربني. خبز، لحم، بعض الملح، رقائق الشوكولا، أي شيء أرجوكم. المطعم يتميز بمهرجان الأطعمة الرائعة. انتباه، هذا الطعام مكلف جدا ولا يرمى بهذه الطريقة. هيا لنهرب نحو المطبخ.
طعام، إنه طعام شهي ولذيذ. ها أنا ذا وحدي أخيرا. هل تملك المال الكافي لدفع ثمن هذه المأكولات؟ فثمنها 62 دولارا و40 سنتا ما عدا ثمن الفواكه والحلوى. لا يهمني فأنا جائع. اترك هذا الصحن من يدك كما تريد. مذهل يا للروعة، المذاق معقد لكنه لذيذ، لم أذق في حياتي مثله. أنت طاه ممتاز أيها الوردي، كيف مكانك؟ أصبحت عارا على مدرسة الطبخ أيها الطاهي لوي، ولذلك سنستبدل بك طاهيا أكثر كفاءة منك. أرجوك يا سيدي إلا ملعقة الطبخ. كل ما حدث كان بسببك أيها الوردي، أتحداك في نزال للطهي. فكرة ممتازة، وسيكون الرابح زعيم المطبخ. قبلت النزال، لنبدأ. اختر الملعقة التي سطته بها. من أجل منازلة الطهي اليوم سأعد أشهر طبق لي، وهو سرطان البحر لوي. لن أسمح لك بالفوز في هذا النزال بسهولة، لذا كن مستعدا للهزيمة عندما أنتهي من العد. سنبدأ، 1، 2، 3، 19. بقيت اللمسة الأخيرة وبعدها يصبح طبقي الشهير معدا. ذلك الوردي يفسد أي شيء أقوم به، علي أن أبعده عن طريقي وإلا خسرت النزال. سأريك. اترك يا لوي واستبدل به شيئا آخر. سأرى إن كان ذلك الطاهي المغرور سيفوز بالنزال. زيت الزيتون سأستعمل قليلا. التالي، ها هو ذا طبق الطهي بينكي، قد أصبح معدا. سرطان البحر لوي. Yeah!
لقد حطمت مكتب البريد الخاص بي، ألم تره أيها الأحمق؟ ألم تسمع بالقرار الجديد؟ لا داعي لوجوده بعد الآن، أعطني كيس الرسائل هذا. أنا هيربت تي سيلج بوتوم. ملابس جميلة يا هيربت تليق بك. أنا وكيل البريد في هذه البلاد، من الآن فصاعدا سينقل البريد بالخطوط الحديدية التابعة للسيد هوريس. هل تمزح؟ أستطيع إيصال البريد بسرعة تفوق سرعة ذلك القطار. لا تستطيع. بل أستطيع. لا تستطيع. بل أستطيع. بل أستطيع. لا تستطيع. لا تستطيع. أعطني إياها. توقف. سنتسابق إلى المدينة والفائز يوصل البريد، اتفقنا؟ سأسابقك ولم لا؟ لن يكون لديك أي فرصة للفوز أبدا. سأريك الخدمات التي نقدمها. هيا. مقاعد جلدية مريحة إلى جانب وجبة من الدجاج. هيا هيا. هل أنت ساعي بريد أم طاهٍ في مطعم للوجبات السريعة؟ ها؟ لننطلق الآن ولنري ذلك الجشع من سيكسب السباق. ها؟ يبدو أنه سينتهي بك المطاف في ملف رسائل الأموات يا صديقي. أترى يا هيربت، أحصنتي قوية وسريعة. ماذا؟ لا يزال القطار يسير ببطء؟ سنسلك طريقا جديدة. يستطيع شخصان أن يلعبا اللعبة. آسف، يبدو أن حزام الأمان لم يكن محكماً. ألم تسمع بالاستئذان أو حتى بالنداء؟ أترى مركبة الجياد تلك؟ عليك أن تعرقل سيرها لكي لا تصل إلى المدينة، فهمت؟ هي، لا أسمح لك بأن تملي أوامرك علي. سأعطيك مبلغا كبيرا من المال. حسنا، طلبك بمنزلة أمر لي. علينا أن نحافظ على المرتبة الأولى يا رفاق، لننطلق الآن. هيا بسرعة. ما الذي يجري؟ الطريق التي سلكتها وعرة وجبلية. سأمسك بك بعطسة واحدة، سأسبب لك رشاحا قاسيا. إذا تعال، لدي مناعة قوية. هيا.
توقف أيها الحصان، توقف. لا، أنت ما الذي تفعله عندك؟ أخبرني يا سيد هربت، هل لديك الجرأة للقفز من المناطق المرتفعة؟ هل أنت مجنون؟ ساعدوني، ساعدوني. إنه وجبتي المفضلة، حان وقت الغداء. انفز من على هذا الجرف الآن. كما تريد سيدي. يبدو أن المهمة قد تمت. هل تطلق على نفسك لقب المجرم الشرير؟ اخرج الآن وأثبت ذلك. هيا. مهما كلفني الأمر فلن تفوتني وجبتي المفضلة. هل ستبقى مكتوف اليدين؟ سيقطع عليك. ستخسر أنت ومركبة الجياد الخاصة بك. لا أرى سوى عجلة إضافية، مع أن هناك 4 عجلات. علي العودة إلى المسار. دي دي. طبقي المفضل، وجبة النمل البني. الآن دي. لن يكفيه الوقت ليستمتع بوجبته المفضلة، لأنني سأفسد عليه ذلك. ما بال هذا الفرن؟ لا، لن أسمح لك بالهرب أيها الوردي الأحمق. احذر. أرأيت قطارا ينجو من هذا؟ ها، هذا يكفي، سأحطم تلك العربة. هذا لا يحتمل، من الأفضل أن تنسحب، لن يصل البريد بهذه الطريقة. استمتع بوقتك، سأعود قريبا. لا تزال الرسائل لدي، لقد ربحت. صحيح، عليك أن تسلك الطريق الصحيحة ثانية. بلا شك. هل أنتم مستعدون لجولة أخرى؟ ديي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 ي